تستمر أزمة أوكرانيا بتصدر عناوين الصحف العالمية مع تأخر حسم معركة باخموت وتداعيات ذلك. البداية من صحيفة بوليتيكو الأمريكية التي عنونت: تصدعات صغيرة، الوحدة الأمريكية الأوكرانية تتشقق ببطء. كشفت الصحيفة خلافات متزايدة وراء الكواليس بين واشنطن وكييف، وذلك بشأن أهداف الحرب بعد مرور أكثر من عام على بدايتها. وتقول بوليتيكو إنه ليس لدى الإدارة الأمريكية هدف سياسي واضح تحديدا فيما يتعلق بتوقيت وكيفية نهاية الصراع. ونقلت الصحيفة عن 10 مسؤولين وخبراء ومشرعين قولهم إن نقاط جديدة تظهر تشكل توترا وترتبط بشكل أساسي بالمستجدات الأخيرة بشأن تخريب خطوط الغاز الطبيعي نورد ستريم في قاع المحيط الأطلسي، إضافة إلى تمسك أوكرانيا بالدفاع عن مدينة باخموت غير المهمة من الناحية الاستراتيجية، وتجاهل قلق مسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن استنزاف القوات الأوكرانية والتأثير على قدرة أوكرانيا على شن هجوم الربيع في الأشهر المقبلة. ويضاف إلى نقاط التوتر شعور كييف بالأحباط بشأن تسليم واشنطن أسلحة إلى أوكرانيا. فرغم أن الولايات المتحدة تبقى الموردة الأكبر للأسلحة إلى أوكرانيا، فإن كييف تتطلع دائما للحصول على المجموعة التالية من الإمدادات العسكرية. وتنقل الصحيفة شكاوى مسؤولين في البيت الأبيض من التذمر الأوكراني المستمر وغياب الامتنان المطلوب، رغم تفهم معظم أعضاء الإدارة التوقع الأوكرانية للدفاع عن النفس. من صحيفة أو ننتقل الآن إلى صحيفة غارديان التي اهتمت بنتيجة جديدة من نتائج الحرب في أوكرانيا، وقالت في عنوان رئيس: أزمة أوكرانيا خيار الحرب، روسيا تفقد قوتها الناعمة، كيف تزعزع الحرب في أوكرانيا استقرار الحلفاء السوفييت القدامى؟ وبحسب الصحيفة أدى خيار الحرب إلى نتائج عكسية على روسيا، إذ فقدت موسكو نفوذها وقوتها لدى عدد من دول الجوار، وذلك لا سيما في صفوف حلفائها السوفييت السابقين. ويبرز تقرير غارديان ملامح هذا التراجع التي تظهر مع خسارة حكومات دول الجوار ثقتها في روسيا وسط التضامن الدولي الواسع مع أوكرانيا. واستطلعت الصحيفة آراء خبراء ومحللين سياسيين في دول عدة من آسيا، أجمعوا على أن روسيا اعتمدت استراتيجية تميل نحو تكتيكات استعراض القوة بدلا من الأساليب التقليدية للتأثير. ووفق غارديان تنظر حكومات أسيوية عدة لروسيا اليوم على أنها دولة لا يمكن التنبؤ بما ستفعله ولم تعد نموذجا يحتذى به، كما أن الفجوة في وجهات النظر بشأن روسيا تتسع لا سيما بين الأجيال الشابة. من أزمة أوكرانيا نذهب إلى موضوع شغل الأوساط المالية الأمريكية والدولية مع انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي. وول ستريت جورنال عنونت: إنقاذ بنك سيليكون فالي. وتحدثت الصحيفة عن تدخل وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم أمس، وذلك لاحتواء الضرر المالي الناجم عن إغلاق بنك سيليكون فالي يوم الجمعة، مما يضمن حتى الودائع غير المؤمن عليها ويقدم قروضا للبنوك الأخرى حتى لا يضطروا إلى تكبد خسائر في أصولهم ذات الدخل الثابت. واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد إنقاذاً فعلياً للنظام المصرفي في وقت يصف مسؤولون في إدارة بايدن الوضع الاقتصادي بالرائع وبأنه ليس هناك ما يدعو للقلق. وأضافت وول ستريت جورنال أن الحقيقة غير السارة التي لن تعترف بها واشنطن أبداً هي أن فشل بنك سيليكون فالي هو نتيجة سنوات من الأخطاء النقدية والتنظيمية، كما أن المسؤولين التنفيذيين في المصرف ارتكبوا أخطاء سيدفعون الثمن على خلفيتها، لكن ما شجعهم كان المال السهل والتنظيمات المضللة.